الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونبرأ من الحول والقوة إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده ونصح لعباده وعبد الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، الكتاب الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يمكن أن يتقرب الباطل، كله حق ونور، من تبعه نجا ومن تركه هلك، من رفع رفعه الله ومن خفضه خفضه الله، من اتبعه سلك طريق السعادة وطريق الهدى، ومن خالفه سلك طريق الضلال. كل أمة سعيد أسلافها بالقرآن وبيان النبي عليه الصلاة والسلام، فلن يسعد أخلافها إلا بالقرآن وبحديث النبي عليه الصلاة والسلام. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل الطرق في عبادة الله تعالى وفي الأخلاق وفي المعاملات وفي الأحكام الطريق التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، شر أمور الدين المحدثات البدع التي ما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأحدثها الظالمون الجاهلون. كان الدين عندهم ناقص فأرادوا أن يكملوه، والمكمل لا يكمل، والله تعالى الكامل لا يمكن أن يكمل. والله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن زاد في الدين زاد في شقائه وعذبه الله عذابا أليما، ومن نقص منه كذلك. وهذه الخطبة في الوعيد، في الوعيد على الأكل بالقرآن، على بيع القرآن بثمن قليل بس، والدنيا كلها ثمن قليل، كما قال الله تعالى: كل متاع الدنيا قليل. قال تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أي لا تأخذوا على آيات الله عن القرآن ثمن قليل، أي من الدنيا، واطلبوا أجركم على قراءتكم وتعليمكم من الله تعالى. وقال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. الذين باعوا كتاب الله، باعوا تعليمه أو تلاوته، كانوا مصدون عن سبيل الله، لأنهم منعوا كلام الله إلا بأجرة، فصد عن سبيل الله تعالى، فما أقبح عملهم، إنهم ساء ما كانوا يعملون. وقال تعالى: قل ما سألتكم عليه من أجر فهو لكم، قلهم يا محمد كل أجرات بفضلكم خذوا عنكم، أنا ما إن أجري إلا على الله،
ما أنا شيء ما أخذ إلا من الله تعالى. والواجب على أمة محمد أن يسلكوا هذا السبيل، أن ينصروا كتاب الله وينصروه دون أن يطلبوا عليه ثمن من الدنيا الثانية. قال تعالى: اتبعوا المرسلين. والآية في هذا المعنى كثيرة. أما الأحاديث فالأول عن عمران بن الحصين رضي الله عنه أنه مر على قاص يقرأ ثم يسأل، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن في لسان جاهله فإنه سيجيء أقوام يسألون به الناس. رواه أحمد والترمذي. معنى هذا الحديث قال عمرو بن الحصين من خيار الصحابة ومن مشاهير الصحابة، مر على قارئ، مش قارئ، مر على واعظ يقرأ القرآن ويطلب الناس من أموالهم، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. على مخالفة السنة وعلى معصية الرسول. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن، كل من أعطاه الله القرآن لا يسأل به إلا الله ولا يسأل غير الله أبدا، والله تعالى سيغنيه من فضله. فمن لم يستغني بالقرآن فلا أغناه الله. القرآن فيه غنى عظيم لمن تأدب بآدابه وتخلق بأخلاق المحمدية، فإنه سيجيء قوم، هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يجيء قوم يقرأون القرآن ويسأل به الناس، بدل ما يطلبون أجر من الله تعالى يسألون من أموالهم أو من طعامهم، وأولئك هم الخاسرون. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن واسألوا الله به. قبل أن يأتي قوم يتعلمونه ويسألوا به الدنيا، قرأوا القرآن وطلبوا أجر من الله تعالى والثواب. راه مشيين في القوم في آخر الزمان يقرؤونه ويطلبوا أجرهم عند الناس، والقرآن يقرأه ثلاثة نفر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قراء القرآن على ثلاث أقسام: رجل يداهي به يفتخر به، إما لجمال صوته أو لحسن قراءته يفتخر به فهذا من الخاسرين، ورجل يستأثر به كذلك من الخاسرين، ورجل يقرأه لله فذلك الذي ينال الأجر والثواب عن الله تعالى ويقبل الله قراءته ويثيبه عليها ويرفع درجته. قال عمر رضي الله عنه: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. الله يرفع، اللي يرفع القرآن يرفعه الله تعالى، واللي يضع القرآن الله تعالى يحطه ويذله. وانظروا الآن هذه 700 مليون ليدعم الذلة والهوان المسكنة، لأنها ما رفع القرآن، خفضوه وخفضهم الله وأذلوه فأذلهم الله. وقال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب إثم من تأكل بالقرآن أو فخر به أو رايا به. يقول البخاري رحمه الله: أذكر لكم في هذا الباب الحديث الذي وثق شرطي في الصحة، وهو الإثم والذنب الذي يتحمله من رأي الرحمن من تأكل القرآن، الذي يأكل بالقرآن قليل أو كثير، أي يعلم أو يقرأ ويأكل أجر على ذلك ويأخذ أجر على ذلك، هذا المتأكل بالقرآن. وكذلك الله يفخر أيضا، الله يعذب على الأليم. فقال: علم التواضع ولا علم تكبر الفخر.
أو رأي بها أو قرأه رياء تمدحه الناس. ثم روى بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. هذا في القرآن اللي يقرؤونه يبقى في حلقهم ما يوصل القلب أبدا ولا ينتفعون به بل يكون وبال عليهم. وفي الحديث الآخر إن هذا القرآن شفع مشفع فمن اتبعه قاده الجنة ومن خالفه زج في قفاه النار يضرب على قفح تلك في جهنم. والبخاري رحمه الله يرى هذا الحديث منطبقا على من يتأكل بالقرآن أو يفاخر به أو يرائي به، وهو أنه لم يقبل الإسلام كما مقسم الغنية سيكون في أمتي قوم يقرؤون القرآن لا ينتفعون به لا يجوز حلوقهم يمرقون من الإسلام يخرجون من الإسلام كما مرق سمير ربيع سمير رمت به شيء وخرج من جهة أخرى. وعن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ولا تغنوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تسكروا به، اقرأوا القرآن ولا تغنوا فيه، لا في قراءة لفظه بحيث جعله تلك الغناء والمزامير واللهو، ولا في معناه تحرفونه ليوافق أهواءكم، فسروا كما أرسل أصحابه صلى الله عليه وسلم، فمن غلا في لفظه أو في معناه فعله الإثم العظيم، ولا ينتفعوا به، اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه، ولا تشفوا عنه، إذا أعطاكم الله القرآن ادفع عنه وادخله يضيع ينسى، تعاهدوه بالتلاوة وبالتكرار، ولا تأكلوا به شيئا أبدا، اشتغلوا كلوا من عرق جبينكم من كديتكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما خير له من يأكل من عمل يديه. وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يديه، داود عليه السلام كان عنده بيت المال كان ملك، مع ذلك ما كان يأكل من بيت المال، مع لا يحق له يأكل من بيت المال، ولكن كان يصنع الزروع ويبيعها ويأكل منها. ما أكل أحد طعاما خير له من يأكل من عمل يديه. وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يديه. ولا تستأكلوا به، لا تأكلوا به إذا كنتم ما عندكم أكل فاطلبوا الأكل بطريق آخر، ولا تستكثروا به إذا عندكم ما تعيشون به وتزيدوا تكثروا.